علشان تدور سياستها المالية. طيب هي ايه اهداف السياسة المالية؟ يعني الحكومة وهي بتصيغ مشروع الموازنة العامة للدولة بتبقى حاطة قدام عينيها ايه عايزة تحققه. عادة كتب المالية العامة بتبدأ دايما بثلاث وظائف اساسية للحكومة من خلال اداة السياسة المالية والموازنة العامة. الوظيفة الاولى تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي. فكرة الاستقرار الاقتصادي الكلي دي تحمل اكثر من معنى. من ناحية ان الحكومة لازم تراعي وهي بتصيغ مشروع الموازنة ان هي تحافظ على مستويات الدين العام وعجز الموازنة كنسب من الناتج المحلي الاجمالي في حدود معينة، حدود امنة قد تختلف من دولة للتانية. يعني مفيش ستاندردز بتقول ان احنا كلنا كل دول العالم لازم عجز الموازنة ما يزيدش مثلا عن 3% او 5%، بس لازم الحكومة تبقى حاطة نصب عينها وهي بتصيغ مشروع الموازنة ان معدلات العجز ومعدلات الدين ما تتجاوزش حدود معينة، لان ده هيأثر على الاستدامة المالية، قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية في المستقبل. طيب هي الاستدامة المالية لو اتأثرت ده هيأثر ازاي سلبا على الاقتصاد المصري؟ هيأثر على تدفقات الثقة في الاقتصاد نفسه واستقراره، تدفقات الاستثمارات اللي جاية لنا من بره، ممكن يأثر على قدرة الحكومة على الاقتراض، الاقتراض المحلي او الخارجي، لان انا شايفة ان الحكومة بتحقق مستويات مرتفعة ومستمرة من العجز والدين. فكرة الاستقرار الاقتصادي الكلي ايضا بيحمل معنى اخر، ان الحكومه تقدر تستخدم السياسه الماليه علشان تتحكم في مستوى النشاط الاقتصادي. حضراتكم عارفين ان النشاط الاقتصادي بيمر بتقلبات، مره بيبقى فيه حاله توسع واوقات بيبقى فيه حاله من الركود. الحكومه من خلال السياسه الماليه تقدر تواجه الدورات الاقتصاديه، فلما يبقى عندنا حاله من حالات الركود تدخل الحكومه بسياسه ماليه توسعيه، تتوسع في الانفاق الحكومي، تخفض من الضرائب، فتشجع الناتج المحلي الاجمالي وتساعد في خروج الاقتصاد من ازمه الركود، والعكس صحيح لو انا كان عندي حاله من التوسع والانتعاش. يبقى دي اداه مهمه جدا الحكومه، الوضع الامثل يعني الكتب بتقول السياسه الماليه الحكومه تقدر تستخدمها علشان تستهدف مستوى النشاط الاقتصادي. طبعا الهدف الثاني اللي واضح جدا برضو يعني اللي بتسعى اليه اي حكومه من خلال الموازنه العامه هو العداله في توزيع الموارد من خلال ادوات الدعم والانفاق الحكومي خاصه الاجتماعي والضرائب، ان هي بتحصل على الموارد من الاغنياء او اصحاب الدخول المرتفعه وبتوجهها للفئات الاكثر احتياجا. الهدف الثالث او الوظيفه الثالثه للموازنه العامه هي الكفاءه في تخصيص الموارد، الكفاءه التخصيصيه. حضراتكم عارفين احنا علم الاقتصاد لما بيجي يعني بندرسه في سنه اولى في الكليه بيقولوا لنا علم الاقتصاد هو علم التعامل مع المشكله الاقتصاديه، والمشكله الاقتصاديه معناها ان انا عندي موارد مهما كترت فهي بالنسبه للاحتياجات محدوده نسبيا، فانا عندي موارد محدوده وعندي احتياجات متعدده وكثيره ومتزايده، والحكومه عايزه تلبي احتياجات كل الاطراف وكل الفئات وكل الجهات الحكوميه، يبقى هنا يجي دور ايه؟ الاختيار وترتيب الاولويات. فالمفروض ان الموازنه العامه تكون اداه الحكومه تستطيع من خلالها توجه الموارد المحدوده اللي جايه لها بقى من ضرائب، جايه لها من قروض، جايه لها من رسوم، من منح، بحيث ان هي تصرفها على الاوجه او البرامج الاكثر اولويه، الاكثر احتياجا من وجهه نظر المجتمع ككل، مش من وجهه نظر طائفه او فئه معينه. غير الاستقرار الاقتصادي الكلي والكفاءه والعداله في توزيع الموارد والكفاءه في تخصيص الموارد، برضو البعض بيضيف فكرة الكفاءة والفعالية في تقديم الخدمات العامة. هي الموازنة العامة دي عبارة عن موارد بوجهها للصرف على أوجه معينة. طيب أنا ممكن أصرف بأكتر من طريقة، يعني أنا ممكن عايز أبني مدرسة هبنيها بأكتر من طريقة، ممكن عايز أعمل مشروع معين أشق طريق بأكتر من طريقة. الحكمة إن أنا أقدر أقدم السلعة أو الخدمة العامة بأقل تكلفة ممكنة وأحقق الهدف المرجو منها في نفس الوقت.